تريزيجيه. تريزيجيه الحقيقه قبل اصابته بالصليبي كان له دور كبير جدا مع استون فيلا لغايه لما المدرب اتغير. كان سبب ان استون فيلا يقعد في الدوري، يقعد في الدوري الموسم اللي فات، وناس حبته جدا وكنا متابعين، وكان الحقيقه ابتدى مستواه، لكن طبعا الاصابه دي قدريه يعني. طبعًا حاجه طبعًا رجع الحقيقه مع اصرار كارلوس كيروش ان هو يكون متواجد، قلنا كلنا هو هيرجع استون فيلا. ايه اللي حصل؟ والله انا خلينا اتكلم عن تريزيجيه بس، بالناس اللي انا بحبها جدا وشخصيه جميله جدا، لكن تريزيجيه عنده ميزه كويسه جدا وعند النني برضه، ان هو راجل حاطط قدامه هدف. يعني مثلا ان كون ان انت تكون متالق وتكون سبب ان فرقتك تقعد في البريمير ليج اقوى دوري في العالم، فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. وبعدين مره واحده يجي لك اصابه ممكن تخلص نفسيا على اي حد، ممكن تاثر نفسيا على اي حد، لكن هو ان هو يحصل له الاصابه دي وان يبقى عنده الاصرار ان هو يرجع، ويرجع حتى لما رجع بعد 7 أو 8 شهور مع في اول مباراه في نيجيريا، ان كان وضع برضه صعب، ان اول مباراه في كاس الامم ضد فريق مش ضعيف، فريق زي نيجيريا، فكانت صعبه، لكن الحمد لله شفنا ان هو مستواه بدا يتقدم من مباراه لمباراه لمباراه، وادى اداء رائع واحرز هدف. وبعد كده حصل ان هو استون فيلا طبعا لازم يواجهوا حاجات، اما حد يتصاب. استون فيلا مع ستيفن جيرارد مختلف عن المدير الفني السابق، اكيد مختلف. وبعدين الفتره اللي جه فيها ستيفن جيرارد كان تريزيجيه مصاب، فطبعا حضرتك عارف ان اي حد يكون جاي مدرب جديد كله بيموت نفسه عشان يثبت المدرب، وده لسه راجع من اصابه، بالاضافه لان هم جابوا صفقات جديده على راسهم كوتينيو تالق، فدي في حد ذاتها. فانا شايف ان تريزيجيه ان هو ان يروح اعاره لتركيا أفضل. فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا ليه بالنسبه، لان هو كان مستريح. انا اتكلمت معاه كان مبسوط بالظبط، هيلعب يعني هيلعب كتير، هيلعب كتير، ودينا شفنا التالق بتاعه، جاب هدفين اخر مباراه، ففي حد ذاتها دي حاجه كويسه جدا. حجازي برضو قبل ما يروح اتحاد جده، يعني انا كنت سامع ان هو ما كانش عايز يقدم على هذه الخطوه لغايه لما راح اتحاد جده وشاف منظومه احترافيه جيده. انا عارف لان انا كنت بلعب في اتحاد جده فعارف، لكن طبعا فارق ما بين انجلترا والسعوديه او انجلترا واي بلد عربي طبعا كان في فرق كبير جدا. لكن انا شايف ان حجازي حتى لما مشي من ويست بروميتش وراح اتحاد جده تالق مع اتحاد جده بقى قائد فعلا، لان حجازي من الحاجات اللي تميزه ان هو عنده دور القياده كويس جدا بصراحه، سواء مع منتخب مصر سواء في اي فرقه بيلعب. حتى في ويست بروميتش لما لعب، لو تشوف ارقام حجازي من اكتر اللعيبه اللي لعبت على مستوى الدوري، يعني في موسم كان حجازي لعب اولموست كل مباراه، يمكن غاب مباراه واحده بس. فدي في حد ذاتها نجاح ليه. وانتقاله لاتحاد جده، يعني كل الناس كانت بتقول ازاي واحد يمشي في البريمير ليج ويروح الدوري السعودي، لكن انا شايف انه في اتحاد جده متالق جدا رغم ان الدوري السعودي دوري قوي جدا بالمناسبه. طبعا دوري قوي جدا، وبعدين احرز اهداف كتير وبيمارس برده دور القياده بتاعته، فدي في حد ذاتها نجاح الحجازي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يرجع من الاصابه دي بالسلامه. ان شاء الله الاصابه كبيره شويه، فتره طويله يعني 4 شهور 5 شهور، لان اخر التقارير قالت ان هو مش هيقدر يلحق المباراتين بتوع السنغال. انا سمعت ان هو جاي رجع في مايو، هيرجع في مايو يعني. يا رب ان شاء الله يرجع بالسلامه، وان شاء الله طبعا حجازي يعني مهم جدا جدا طبعا جدا لمنتخب مصر، سواء دور قيادي او سواء الاداء. اللعيبه المصريين اللي موجودين في انجلترا بيتقابلوا مع بعض على طول ولا على حسب؟ على طول على طول على طول. انت بتشوفهم دايما على طول؟ على طول يعني بنشوفهم دايما، متقابل دايما. يعني حتى كان على سبيل المثال كنا في السنه اللي فاتت كان في مباراه في نهائي كاس الدرع الخيريه، كانت ما بين ارسنال وليفربول، فكنت كنا في البيت عند النني، انا وحجازي وتريزيجيه والاستاذ علاء نظمي، ومستنيين ان هم يجوا صلاح والنني ان هم يجوا عشان يخلص. فهم المباراه انتهت بفوز ارسنال بضربات الترجيح، صلاح ما جاش طبعا، وصلاح ما جاش لكن احنا بعد كده هو جه النني وخرجنا مع بعض، وتاني يوم برده خرجنا مع بعض، فكلهم بتاعنا هم علاقتهم ببعض كويسه جدا، وانا شايف ان دي في حد ذاتها نجاح ليهم. لان هم بيخافوا على بعض، دايما بيتكلموا مع بعض، دايما بياخدوا راي بعض، فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. محمد صلاح القائد هناك زي ما هو القائد في المنتخب، محمد صلاح قائد في كل مكان، لكن انا شايف ان هم بيكملوا بعض دايما. دايما بيكملوا بعض، انا شايف ان هم كلهم بيثقوا في بعض، بيثقوا في اراء بعض، دايما بيسالوا بعض، فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا، انك تكون بصرف النظر ان هم محترفين في البريمير ليج او نجوم، لكن مهما كان دي غربه برضو. فكل ان هم مرتبطين ببعض وبياخدوا اراء بعض، فدي حد ذاتها حاجه كويسه جدا. المنافسه هناك ما بتخليهمش يبقوا بعيد عن بعض شويه، بمعنى ارسنال وليفربول منافسه قويه جدا. طبعا منافسه طبعا جوه الملعب، لكن بعد كده خلاص، لان هم مش زعلوا من بعض، لكن في مباراه كانت ما بين، انا فاكر كويس جدا ان كان ما بين استون فيلا وارسنال، فارسنال وكان هم بعد المباراه جايين المنتخب، فارسنال استون فيلا كسب ارسنال
على ما اعتقد سبعة ثلاثة ولا خمسة. لا كان 3-1، لا ده 7 ده كان مع ليفربول. كسب ارسنال 3-1. ف تريزيجيه بيقول لي بعد المباراه، بيقول لي النني مش عايز يسلم عليا بعد المباراه، بيضحك يعني. ثم بعد كده رجعوا مع بعض والمنتخب، قال لي انا كنت بالطياره مش عايز يتكلم معايا، بس بهزار يعني. لكن هم علاقتهم بعض كويسه جدا.